السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، ورجعنا لكم تاني وحلقة جديدة. بس قبل ما نبتدي حلقة جديدة بنشكر كل المشتركين وغير المشتركين في التعليقات الجميلة اللي هم كاتبينها، وان شاء الله بعد ما نرفع الحلقة دي على اليوتيوب بإذن الله النهاردة هرد على كل تعليقاتكم. وبرضو في ناس قالت اللي ايه هو النحو ده يا مستر لسنة كام؟ النحو ده بادئ من رابعة ابتدائي، يعني واخد الابتدائي كله واخد الاعدادي، واخد الابتدائي واخد الاعدادي، فاللي له درس في سنة رابعة هتلاقيه موجود. وطبعا لسه في حاجات لسه هنكملها ان شاء الله، في دروس كتيرة لسه هتعمل، واللي في اولى اعدادي وتانية اعدادي وسنة خمسة وسنة ستة ان شاء الله النحو كله هيبقى ابتدائي وايه واعدادي وجزء من الايه من السنة، وان شاء الله ربنا ييسر الاحوال ان شاء الله ونبتدي على بركة الله وناخد درس جديد النهاردة إنا واخواتها. عرفنا الحلقة اللي فاتت عن كان واخواتها، وقلنا كان واخواتها بتعمل ايه؟ بترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. النهاردة ان واخواتها طمعت هي كمان في دخولها على الجملة الايه الاسمية. اشمعنى كان هي اللي تخش؟ لا لا لا، ان برضو انا لازم اخش زي كان، بس مش هعمل عمل كان، انا هعمل عكس كان ما كانت بتعمل. كانك بترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن لما دخلت على الجملة الإسمية بتنصب المبتدأ وترفع الايه الخبر، بتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع برضو الخبر وبرضو يسمى ايه خبرها. طيب إن لها أخوات، زي كان بالظبط. أخوات إن ايه؟ بس ركز معايا، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. أن، كأن، لكن، ليت، لعل. ركز كويس في فرق ما بين إن اللي هي دي، إن وأن وأن. إن عليها سكون، أن عليها سكون، أن عليها شدة وفتح. وده الدرس بتاعنا النهاردة، بنتكلم على إيه؟ إن وأخواتها، إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. يبقى لما يجي لي في الجملة كلمة إن دي مش إيه؟ مش حرف ناسخ، هي حروف ناسخة. إن حروف ناسخة، كان أفعال ناسخة، إن حروف إيه ناسخة. يعني إيه ناسخة أصلا؟ يعني بتغير في الجملة الإسمية، ساعة ما بتخش على الجملة الإسمية بتغيرها، عشان كده بيقول عليها حروف ناسخة أو كان أفعال ناسخة. يبقى عرفنا كلمة ناسخة يعني إيه. أخوات إن، إن، ركز في حكاية الشدة والفتحة. إن، كأن، إن، أن، كأن، لكن، ليت، ليت معلها الشدة، لعل. قلنا بتدخل على الجملة الإسمية بتنصب الخبر، عكس كان بالظبط. تنصب الخبر، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى إيه؟ خبرها. هناخد بعض الأمثلة من غير إن أو أن أو كأن، وندخل عليهم اسم من إيه؟ من إيه؟ من أسماء إن وأخواتها. الطالب مؤدب. الطالب مؤدب. الطالب مؤدب، الجملة دي جملة اسمية لأن هي بدأت باسم وعبارة عن ايه؟ مبتدأ وخبر، والمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والخبر برضو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يبقى لما أجي أعرف كلمة الطالب أقول الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأن هو مفرد. مؤدب، مؤدب، خبر مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الضمة. ضمة أو ضمتين هي ضمة، مؤدب هي برضو ضمة. خلاص؟ مرفوع بالضمة عشان هو مفرد. طيب الطالبان ناجحان، الطالبان ناجحان. جملة اسمية بدأت باسم مبتدأ وخبر. الطالبان، أقول الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أقول لا يا حبيب قلبي أنت كده أخطأت. أمال إيه يا أستاذ؟ مش الطالب، مش المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة إذا كان مفرد. لكن ده إيه يا حبايبي؟ ها؟ الطالبان اتنين مثنى، يبقى المثنى يرفع بالألف، يبقى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف.
ناجحان خبر مرفوع وعلامة رفعه برضو الألف لأن هما اتنين. الفتيات نائمات، الفتيات نائمات، الفتيات نائمات، جملة اسمية عبارة عن مبتدأ وخبر، نعرفها. الفتيات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. نائمات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم، لأن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة. المجرمون مذنبون، المجرمون مذنبون، المجرمون مذنبون جملة اسمية بدأت بمبتدأ وخبر. المجرمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. ليه الواو؟ عشان دي جمع مذكر سالم. مذنبون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو عشان برضو جمع مذكر سالم. دي كده الجملة الاسمية من غير ما يخش عليها اي اضافات. دخلت عليها إن واخواتها راح جاية عملت لها تغيير شامل. عملت ايه؟ عندما تدخل إن وأخواتها على الجملة الاسمية بتنصب المبتدأ. شوفوا المبتدأ هنا كان إيه؟ مرفوع بالضم عشان مفرد، مرفوع بالألف عشان مثنى، مرفوع بالضم عشان إيه؟ جمع مؤنث سالم، مرفوع بالواو عشان جمع مذكر سالم. دخلت على المبتدأ غيرته خالص. بدل ما هو مرفوع بقى منصوب. يبقى لما تخش بقى إن وأخواتها على المبتدأ بتعمل إيه؟ بتنصب المبتدأ ويسمى اسمها. طيب هعرف الجملة دي، هنقراها الأول. إن، ركز في الشدة، إن الطالب مؤدب، إن الطالب مؤدب. قال لو حذفت إن أعيد الجملة إزاي؟ أعيد تشكيل الجملة إزاي؟ أقول الطالب مؤدب. لو حذفت إن أعيد الجملة إزاي؟ أقول الطالب مؤدب، أرجعها للجملة الإسمية بطبيعتها. طيب دخلت ان على الجملة الاسمية، رفعت نصبت الايه؟ المبتدأ. يبقى ان الطالب بدل ما كان بالضم بقى بالايه؟ بالفتحة. ان الطالب مؤدب، ما عملتش حاجة خالص في الخبر، ثابته مرفوع زي ما هو. وان يا حبايبي عكس كان، ان عكس كان، بمعنى كان بترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن بقى عكسها تنصب وترفع. إن تنصب وترفع، إن تنصب وترفع، وكان عكسها على طول ترفع وتنصب. يبقى ركز معايا في الحتة دي، إن تنصب وترفع، تنصب إيه؟ المبتدأ وترفع الإيه؟ الخبر، والاتنين بيسموا اسمها خلاص، هي احتلت زي ما كانت كان بتحتل كده بالظبط. طيب ليت هنا الطالبان بنقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى مرفوع. طب لما أكون لما أخلي الطالبان دي منصوبة أعمل إيه؟ أقول الطالبين، الطالبين، ليت الطالبين ناجحان. عملت إيه؟ بدل ما كانت مرفوعة في الجملة الإسمية أصبحت منصوبة بعد ما دخلت عليها إيه؟ ليت. ناجحان مرفوعة زي ما هي لأن هي ما بتعملش حاجة في الخبر، بترفع ترفع الخبر ويسمى خبرها، وهو أصلا كده كده مرفوع في الأصل، كده كده إيه؟ مرفوع. طيب ليت حرف ناسخ، الحروف ليس لها محل من الإعراب، حرف ناسخ، أو ليت حرف ناسخ بس. الطالبين، اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الياء. ليه الياء يا أستاذ؟ عشان هو مثنى، عشان هو ايه؟ مثنى، عشان هو ايه؟ مثنى. يبقى ليت حرف ناسخ، الطالبين اسم ليت وعلامة نصبه الياء عشان هو مثنى. طب ناجحان خبر ليت، خبر، خبر ليت ماله؟ مرفوع وعلامة رفعه الألف، مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الألف. ليه؟ لأن هو برضه مثنى. طيب المثال اللي بعد، الفتيات نائمات، خلاص هندخل على الجملة ديت حرف من حروف إن وأخواتها، وليكن لعل، لعل الفتيات نائمات، أنا كده ما شكلتش حاجة خالص، لعل الفتيات
ركز معايا. احنا قلنا في المثنى هنا لما نيجي ننصب المثنى بنزود له ايه؟ بنزود له ايه؟ يه. الطالبين، اشيل الالف واحط ايه؟ يه. طيب انا هاجي انصب جمع المؤنث السالم، ينصب جمع المؤنث السالم يا حبايبي بالكسره، ينصب ده النصب بالفتح، لا النصب بالفتحه والنصب بالكسره والنصب بالياء، ماشي؟ ينصب بالايه؟ بالكسره. يبقى اقول ايه؟ لعل، انا هغير في كلمه الفتيات، الكلمه نفسها مش هغير فيها، بس هغير في التشكيل بتاعها، لعل الفتيات نائمات. امال هي كانت ايه؟ الفتيات نائمات في الاصل اهو، قبل ما ادخل لعل كانت الفتيات نائمات مرفوعه، ودي مرفوعه. هنا بقى الفتيات منصوبه وعلامه نصبها الكسره، يبقى اقول لعل حرف ناسخ، الفتيات اسم لعل منصوب لانه جمع مؤنث ثالث، جمع مؤنث سالم. نائمات خبر لعل مرفوع وعلامة رفع الضم برضه لانه جمع مؤنث سالم. المجرمون مذنبون جملة اسمية ما دخلش عليها اي حاجة خالص، هندخل عليها اي حرف من حروف ان واخواتها، وليكن كلمة مثلا لكن غير لكن، غير لكن، غير كلمة ايه؟ لكن، اللي هي ما عليهاش شدة، ولكن دي ان شاء الله نشرحها فيما بعد. النحو دروسه كتيرة جدا، ماشي؟ بس كل مرحلة تاخد النحو اللي على قدها، وعلى فكرة النحو سهل جدا جدا جدا، بس ابتدي من الأول وما تفوتش ولا حلقة من حلقات. ابتدي من الأول وإن شاء الله هتوصل لمستوى كويس جدا جدا، والنحو بالنسبة لك هيبقى سهل جدا جدا. نرجع للجملة بتاعتنا، لكن المجرمين مذنبون. أنا إيه اللي خلاني أغير في الجملة؟ مش أنا بقول بينصب؟ مش أنا بنصب المبتدأ؟ بنصبه بإيه؟ جمع المذكر السالم يا حبايبي، وخدنا حلقة كده عن جمع المذكر وجمع المؤنث وجمع التكسير. جمع المذكر بينصب بالإيه؟ بالياء. ينصب بإيه؟ المجرمين. لكن المجرمين مذنبون. لكن حرف ناسخ، اعربها كده في الجمله، لكن حرف ناسخ. المجرمين اسم لكن منصوب وعلامه نصبه الياء. ليه؟ مش لانه مثنى، لانه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. مذنبون خبر لكن، ماشي، مرفوع وعلامة رفع الواو، لأن برضو جمع مذكر إيه؟ سالم. بكده انتهت أولى حلقات إن وأخواتها، لكن أنا بتكلم هنا في إن وأخواتها في حالة المفرد. إن وأخواتها بتيجي مفرد وبتيجي جملة وبتيجي شبه جملة. الحلقة بتاعت النهاردة أو الحلقة بتاعت الآن دي إن وأخواتها في حالة الإيه؟ المفرد. لو اي تعليق، اي حاجه عايز تشرحها، رجاء في بعض التعليقات انا ما بعرفش اقراها كويس، لان في حروف بتسقط من اللي بيكتبها لي، ما بقدرش ايه اجمع الايه الجمله كويس. اي حاجه انت محتاجه اكتب لي لو سمحت اسم الحلقه اللي انت ما انتش فاهم ايه الشرح بتاعها، وانا هعيدها لك تاني. طيب في درس انت عايز تعرفه، درس خاص بيك، قول لي انا عايزك تشرح لي درس كذا، رجاء وانا تحت امر اي حد فيكم، وبشكركم شكرا جزيلا كتير جدا جدا جدا، مشتركين زادت جدا، والتعليقات بقت جميله جدا وزادت، ما شاء الله حاجه كويسه جدا. طبعا ان شاء الله القناه هتنجح بامر الله، بفضل الله ثم بدعمكم لنا، والى لقاء اخر، ونترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.